إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون والقناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أهلا وسهلا بحضراتكم وبسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. كنت توقفت مع حضراتكم في آخر لقاء على الهواء عند تفسير باقة الآيات اللي استمعنا إليها منذ قليل من سورة الحج، وهي الآيات من 43 إلى 46 في سورة الحج. وللحقيقة إحنا طوفنا مع أو من خلال معانيها المباركة في أرجاء القرآن الكريم بأسره لفهم معنى تكذيب هؤلاء الأقوام لأنبيائهم، فانطلقنا نفهم من خلال الوحي الشريف كيف يعني كذب سيدنا نوح عليه السلام، يعني كيف كذب قومه له. ويعني مشينا في القرآن كله نستقصي ونجمع قصة سيدنا نوح عشان نفهم صورة تكذيب
القوم لنبيهم نوح، وكمان عملنا كده في قصة قوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. كل دول طوفنا في أرجاء القرآن الكريم بأسره عشان نشوف قصص هؤلاء ليتضح لنا معنى تكذيب هؤلاء لأنبيائهم الكرام عليهم السلام. وما زلنا في بيان كيف كذب موسى من خلال استحضار قصة نبي الله موسى عليه السلام من القرآن الكريم كله، لنفهم معنى التكذيب الذي لاقاه موسى عليه السلام، وكمان نفهم معنى الوعيد اللي تكلمت عنه هذه الباقة الكريمة من الآيات في قول الله تعالى في سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم. الخطاب هنا وإن يكذبوك، الخطاب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مواساة لقلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن يكذبوك أيها النبي الكريم، هذا هو معنى الآية، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. عشان نفهم معنى تكذيب هؤلاء الأقوام لأنبيائهم والرسالة التي أرسل بها المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، رجعنا للقرآن الكريم كله نشوف قصص هؤلاء الأقوام الذين وقعوا أو في تكذيب أنبيائهم الكرام عليهم السلام، عشان يتجسد لنا معنى هذا التكذيب من خلال ما قصه علينا القرآن الكريم عن أحوال هؤلاء الأقوام مع أنبيائهم الكرام، وعشان كمان يتضح لنا هذا المعنى اللي أشارت إليه سورة الحج في اختصار، لأن سياق العرض الموضوعي في سورة الحج كان يكفي فيه فقط الإشارة دون الإسهاب. يعني إيه؟ يعني في سورة الحج الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم، فهناك أو أغلب الأقوام الرسل الكرام الذين أرسلوا إليهم كذب الأقوام أنبياءهم الكرام، وكانت الحقيقة إشارة سريعة بذكر تكذيب هؤلاء الأقوام من غير تفصيل، يعني من غير ما يقص علينا قصة قوم نوح أو قوم عاد أو قوم ثمود أو قوم لوط أو قوم إبراهيم أو أصحاب مدين أو قصة سيدنا موسى عليه السلام، لكن الآية جاءت في إشارة سريعة إلى تكذيب هؤلاء الأقوام لأنبيائهم. لو بصينا كده في سياق سورة الحج، باقة الآيات اللي جت قبل السورة بتتكلم عن الإذن للمؤمنين بدفع عدوان المعتدين وقتال من يقاتلونهم، وجت بقى الحكمة وفلسفة تشريع القتال بأنها ليست للاعتداء وإنما هي لرد العدوان، وإن سنة الدفع دي سنة كونية أراد الله تعالى بها أن يدفع أهل الشر بأهل الخير، يجي أهل الخير كده يقاوموا أهل الشر إلى أن يقضوا عليهم. حتى لو شفنا إن أهل الشر لهم سلطان أو لهم قوة، لابد وإنه تأتي أو يأتي أهل الحق أهل الخير هم اللي يعلوا وليسودوا في نهاية المطاف. وبعد هذا الحديث في هذه الباقة الكريمة من أول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذه الباقة من الآيات جات وراها آيتين كمان بتفسر فلسفة تشريع القتال بأنها ليست اعتداء وإنما هي رد للعدوان، وإن التمكين يكون لأهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة، الذين يأمرون بالمعروف، يؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعد كده جات الباقة دي تكلمنا أو فيها خطاب مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم مين؟ قوم نوح وعاد وثمود إلى نهاية الآيات. فكان من الطبيعي أنه تيجي إشارة سريعة في السورة تشير إلى تكذيب هؤلاء لأقوامهم دون الإسهاب في قصص هؤلاء. لكن من أراد فهم
الموضوعات المذكورة باختصار كهذا الموضع اللي احنا فيه، الإشارة السريعة إلى تكذيب هؤلاء الأقوام، فنرجع بقى إلى أماكن تفصيلها في القرآن الكريم، أماكن بيانها في القرآن الكريم، وده هيكون في مواضع وصور أخرى من القرآن الكريم لفهم المعنى المراد من تكذيب هؤلاء الأقوام لأنبيائهم، كما ذكر هذا المنهج أو هذه الطريقة في فهم القرآن الكريم ذكرها ومن أعلام من تكلم عنها الشيخ أمين الخولي عليه رحمة الله، اللي رأى والذي شاف إن المفسر للقرآن الكريم لن يصل إلى الفهم الدقيق للنص القرآن الكريم إلا أن إنه المفسر يقف أو إلا إن وقف المفسر عند الموضوع اللي جات إشارة عنه أو جات الحديث عنه عشان يستكمل بقية معناه في القرآن الكريم كله ويستقصيه إحصاء كما ذكر الشيخ أمين الخولي. يعني ده منهج علمي، نعم ده منهج علمي، ده بيسمى المنهج الموضوعي لفهم القرآن الكريم. طيب يعني هي دي الطريقة، أنا حبيت النهاردة أنها تبقى حلقة تمهيدية تعريفية بالمنهج اللي أنا بسلكه لفهم آيات القرآن الكريم. والمنهج ده ليه مستويات عدة جدا، منها التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني. يعني إيه؟ يعني مثلا يجي واحد عايز يفهم معنى الجنة في القرآن، فيبتدي يتتبع لفظة الجنة في القرآن الكريم كله، فيبقى ده اسمه التفسير الموضوعي لهذا، لمصطلح الجنة في القرآن، فيمشي كده مع القرآن من أوله لآخره يشوف استعمالات النص الحكيم لكلمة الجنة، ويبقى ده التفسير الموضوعي لهذا المصطلح. في مستوى تاني من ضمن مستويات هذه الطريقة العلمية في اللي بنستعملها عشان نفهم معاني القرآن الكريم، حاجة بتسمى التفسير الموضوعي للسورة القرآنية. التفسير الموضوعي للسورة القرآنية يعني اللي بيجي يفسر القرآن لازم يبقى منتبه جدا إلى إن السورة القرآنية موضوع واحد بتعالجه موضوعات متعددة داخل السورة. يعني السورة القرآنية عقد منتظم عبارة عن باقات من الآيات كلها بتخدم الموضوع الرئيس اللي بتتكلم عنه أي سورة قرآنية. يعني السورة القرآنية مش مفككة الموضوعات، لا، السورة القرآنية لها وحدة موضوعية. بنقول إن السورة القرآنية ذات موضوع واحد في موضوع بتعالجه السورة القرآنية، لأن هناك من الأهل الاستشراق وهم علماء الغرب اللي اهتموا بالدراسات الشرقية، اهتموا بالدراسات العربية والإسلامية وعموما الدراسات الشرقية، فيقول لك لا ده القرآن، سور القرآن موضوعاته مفككة. لا، القرآن الكريم كله السورة القرآنية ذات موضوع واحد بتخدمه القضايا المذكورة في كل سورة، وكل سورة في القرآن بتعالج قضية كبيرة تحتها كثير من المضامين، والقرآن الكريم عقد منتظم من الأنوار الربانية لاستقامة وتحقيق السعادة الإنسانية للمتبعين للمؤمنين، فالإنسان يفوز بسعادة الدارين. في مستوى تاني من مستويات التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، يعني يبقى الباحث عنده موضوع، عنده قضية، ما مثلا بيتكلم عن قضية من قضايا، بيبحث في قضية من قضايا المواريث، في قضية اجتماعية، في قضية مثلا اجتماعية أسرية أو اجتماعية حياتية، فبياخد الموضوع ده ويبتدي كده من القرآن من أوله لآخره، القرآن تكلم في إزاي وطريقة عرضه، وبيجيبوا بقى كل الآيات اللي تكلمت عن هذه القضية، زي مثلا موضوع السحر، فيجيب موضوع السحر كده من أوله إلى آخره، كيف تناوله القرآن سواء في الحديث المباشر أو من خلال عرضه في القصة القرآنية، يجمع كل ده بموضوع واحد ويشتغل عليه، ده اسمه التفسير الموضوعي للموضوع القرآني أو للموضوع الذي يبحث عنه ذلك الإنسان الذي يبحث في هذا المجال. في مستويات كتيرة جدا للتفسير الموضوعي. إحنا في طريقتنا في البرنامج ماشيين بمنهج التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، والطريقة دي اللي أنا بتبعها في الحلقات، إني
بقسم آيات السورة الكريمة إلى باقات من الآيات. طب الباقات دي أنا بقسمها على أساس إيه أو على اعتبار إيه؟ بقسمها بحسب التناسب الموضوعي بين آياتها، وبعدين بحط عنوان لكل باقة من هذه الآيات، وبعد كده بناخد هذه الباقة باقة باقة أتناولها بالتفسير التحليلي، كل باقة في ضوء الرؤية الكلية لموضوع السورة الأساسي، لأنه أي سورة لها رؤية، لها عنوان، لها موضوع رئيس، وبالتالي بنفسر الباقة في ضوء وحدة السورة الموضوعي، ومن خلال كمان النظرة العامة الكلية والموضوعية في اللي راعاها، والتي هي بوضوح جدا لأي إنسان باحث بيتتبعها في القرآن الكريم كله. وأثناء انتقلنا من تفسير كل باقة من الآيات إلى الباقة التي تليها، دائما بنراقب وبننظر إلى الخيط الناظم بين أجزاء هذه الباقات داخل السورة القرآنية الواحدة، عشان يتراءى للمشاهد الكريم هدف السورة وموضعها الأساسي. لأن زي ما حبيت أكد على حضراتكم، السورة القرآنية ذات وحدة لها موضوع، لها بناء. الموضوعات داخل السورة القرآنية بتعالج موضوع معين. أنا لما بفهم كده بيعني ده على إني أفهم الآيات القرآنية فهم دقيق وحثيث، وفي نفس الوقت بيعين الإنسان حتى اللي بيحفظ القرآن بيقسم الباقات وفق التناسب الموضوعي في الذي يجمع بين الآيات الكريمات داخل يعني حدود السورة الواحدة. يعني مثلا في سورة الحج، سورة الحج فيها آيات مكية وفيها آيات مدنية، في سور طبعا مكية وفي سور مدنية، وفي سور فيها آيات مكية وآيات مدنية. المكي هو ما نزل من القرآن قبل الهجرة، والآيات المدنية هي اللي نزلت من القرآن الكريم بعد الهجرة. والتعريف ده اللي أنا قلته لحضراتكم هو وفق للمفهوم المعتبر عند علماء التفسير وعلوم القرآن الكريم. طب إيه الفايدة لما مبدئيا أعرف يعني المكي والمدني من الآيات؟ طبعا ليه فايدة كبيرة جدا وعظيمة في فهم موضوع السورة العام، لأنه موضوعات السور المكية غالبا ما بتعالج موضوعات العقيدة، من التوحيد، التخويف من الساعة، إثبات البعث، إنكار الشرك، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهكذا من قضايا علوم التوحيد. وده بيبقى يعني كان واضح جدا في بداية سورة الحج. الآيات من 1 لـ 2 في سورة الحج تحدثت عن أهوال أو عن القيامة وأهوالها والأمر بتقوى الله تعالى، كما في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دول أول آيتين في سورة الحج من 1 لـ 2. أما بنيجي نتناول بالشرح والبيان من خلال المنهج الموضوعي لتفسير سورة الحج، بنقوم حاطين الآيتين دول باقة لوحدهم بتعرض بيها الآيات بنسمعها، وبعد كده ما نتناولها بالشرح التحليلي، وبعدين قبل ما نتنقل على الباقة التانية بنبتدي نربط بين الباقة دي واللي بعدها، وهكذا عقد منتظم. السورة القرآنية عقد منتظم من الموضوعات التي تؤكد قضايا معينة جاءت السورة القرآنية لعلاجها. طيب يعني سورة الحج فيها آيات مكية؟ نعم، وقلنا الآيات المكية اللي غالب على موضوعاتها، وكمان فيها آيات من الآيات المدنية. طيب الموضوعات، موضوعات السور المدنية هي غالبا بتعالج إيه؟ بتعالج أحكام وتشريعات وقوانين زي أحكام الحج وأحكام القتال اللي تحدثت عنها سورة الحج، كما في قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبتيجي الآيات، فشفنا آيات اللي هي
مكية وآيات مدنية داخل سورة الحج. بعد ما بفهم كده بيبقى عرفنا الخطوط العامة الكبرى اللي بتعالجها سورة الحج، ده بيبقى مفيد جدا عند الشرح التحليلي لكل باقة من الآيات الكريمة في سورة الحج. أحب أني أأكد على أن المنهج الموضوعي في التعامل مع النص القرآني الكريم لفهمه وتفسيره وبيانه على قدر الطاقة البشرية هو منهج علمي كبير تحدث عنه العلماء وكتبوا فيه كتير جدا، منهم اللي وضع له نظريات وطبق من خلال النص القرآني الكريم، ومنهم من نظر دون أن يطبق، ومنهم من طبق دون أن ينظر، لكنه منهج عظيم جدا وبيحل كتير من المشكلات، لأنه المنهج ده هو طريقة علمية لفهم القرآن الكريم فيها شمولية وفيها انضباط، ما فيهاش اجتزاء واقتطاع للكلام من سياقه. ما إحنا لما عشنا فترات من التفسير المشوه للقرآن الكريم من بعض جماعات الظلام كانت بسبب اجتزاء الآيات، إنه يقطع الآية ويفسرها على مزاجه ويقطعها من سياق الآيات السابقة واللاحقة للآية، وكأن الآية دي هو نزعها كده من سياقها، فده بيؤدي إلى مشكلات كبرى، لأنه الآية لها سياق في الآيات جاية وسطه، لها ارتباط موضوعي به، وهناك ارتباط سياق عام داخل السورة القرآنية، وفي انتظام كبير في قواعد كبرى حطها القرآن الكريم. لابد هذا المنهج يعني بينظم العقل البشري الذي يريد أن يفهم آيات الذكر الحكيم. التخبط في مسألة بيان معاني القرآن بيجي بأنه بعض الناس بيتهجموا على القرآن دون نهج علمي رشيد. المنهج العلمي عامل زي الطريق المحدد للإنسان، أنا عايز أوصل لمثلا أي محافظة أو أي مكان فبختار طريق معين، وعندي كذا طريق فبختار طريق الأيسر والأسرع والأدق والأكثر أمانا عشان أوصل للنقطة اللي أنا عايزها. نفس القصة هي الطريقة، المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها من يريد بيان معاني القرآن الكريم ليصل إلى بعضها على قدر طاقته البشرية، وكلها في النهاية جهد متواضع وكلام الله عظيم وفهمه شيء عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمنحنا هذا الشرف وإنه يفتح لنا أبواب التوفيق الحي الباقي، اللهم أمين. طيب إحنا ليه في سورة اللهم أمين أجمعين، إحنا ليه في سورة الحج تحديدا، يعني إحنا ليه مش مثلا في سورة البقرة في غيرها، ليه إحنا في سورة الحج؟ الحقيقة إحنا بدأنا رحلتنا مع التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم حينما فسرنا سورة الكهف في رمضان عام 1441 هجرية، عام 2020 ميلادية. في رمضان ده إحنا لم ننتهي من إكمال تفسير الموضوعي لسورة الكهف، فواصلنا بعد رمضان بتيسير الله وتوفيقه، يعني واصلنا العمل طوال العام في العمل في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، لسور القرآن الكريم منذ ذلك الحين، وأنهينا من ذلك الوقت سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء، وها نحن الآن في سورة الحج. وأصبح بعد كده لحلقات رمضان موضوعات مستقلة خاصة بها يعني في وقتها، وأصبح أو بنكون في بقية العام من رمضان إلى رمضان بنكون في معية التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم. بعتذر لو أطلت على حضراتكم، لكن حبيت أني أبين المنهج العلمي أو الطريقة التي أسلكها في بيان معاني القرآن الكريم. ومن غد إن شاء الله نعود لاستكمال التفسير الموضوعي لسورة الحج، لقول الله تعالى وكذب موسى، ضمن اللي وردت ضمن باقة الآيات من 42 ل 46، واللي توقفنا فيها عند دخول سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام إلى قصر فرعون بعد غياب طويل لإبلاغه رسالة ربه. نسأل الله تعالى الهادي الفتاح الكريم أن يجعل في هذا العمل النفع العظيم للبلاد والعباد في مصر وفي العالمين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده
المخلصين المخلصين، ونعوذ بك يا ربنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك يا مولانا لما لا نعلمه. اللهم أمين أجمعين، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بحيي حضراتكم وبذكر حضراتكم إن إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، وبنكون من السبت للثلاث في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وما زلنا في التفسير الموضوعي لسورة الحج. النصف الأول من الحلقة بيكون في رحاب التفسير الموضوعي، النصف الثاني من الحلقة منقسم إلى قسمين. القسم الأول بناخد أسئلة حضراتكم، بعدين بنطلع فاصل نرجع نعنون كل الأسئلة الخاصة بكم، ونبدأ في الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. بنوه كل يوم على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل أسئلة السادة المشاهدين الكرام عليها، وبنكون في شريف الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم يوم الأربع. يعني يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، واللي بنستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. طبعا احنا فقرات الكتاب في رمضان بتتعرض يوميا، وبعد كده بنعيدها طول العام كل يوم أربع داخل أو في منتصف تقريبا حلقة الرد على الأسئلة اللي بتكون يوم الأربع. تاني مرة هستأذن أستاذ إبراهيم بس نعرض تاني صفحتنا عشان اللي حابب يعني يبعت أسئلة من خلالها، وهناخد أسئلة حضراتكم معنا الآن إن شاء الله. بسم الله. أستاذة سرية. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة سرية، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ كنت عايزة أسأل حضرتك يا دكتور، أنا كنت حامل أول ما اتجوزت، في أول شهر ليا جه عليا رمضان. وكنت أنا بنزف طول الشهر، كنت بنزف وأنا حامل. وبعدها على طول ربنا ما أردش والبيبي نزل. وبعدين نزل الجنين. وبعد كده فضلت أتعرف، فضل برضه النزيف موجود زي ما هو، فما قدرتش اسد رمضان اللي انا كنت فيه. وبعدين رجعت اتعالجت وحملت تاني على طول بعدها بشهر تقريبا. وعد عليا رمضان وكنت بتعالج وباخد حقن وكده في بطني، ما لحقتيش قضاء الايام اللي عليكي. ورمضان اللي بعده جيت الدكتوره قالت لي لازم تفطري ولازم تاخدي الحقن والحبوب في نفس الميعاد اللي بتاخديه فيهم على طول. قلت لها مثلا سحور او فطار كده، قالت لي لا لازم يعني هي قالت لك هتفطري حتى في الحمل اللي هو الجديد. قالت لي طول الشهر بتاع الحمل الجديد. تمام. وبعد كده؟ بعد كده بقى انا ولدت، كنت عايز اعرف بقى الكفاره بتاعتها ادفع فلوس ايه، او اكفر عنها ازاي، او اصوم ازاي. طيب يبقى انت كده عليكي رمضانين. طيب حاضر
حاضر يا أستاذة ثريا، شكرا لحضرتك. يا ست أم طارق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الحمد لله بفضل ونعمة، الحمد لله. ربنا يصلح حالك ويقويك يا رب. امين اجمعين. يعطيك جميع حسناتك. امين اجمعين. امين اجمعين. اتفضلي. بقول لحضرتك انا دلوقتي بقوم اصلي قيام الليل. وبعدين افضل اصلي واصلي طبعا فروض من اللي عليا واصلي لابويا ولامي وكده. وابص الاقي ايه واصلي القيام وابص الاقي الفجر جدا. وانا بصلي الفجر بجد، هل ممكن وانا بصلي بقول لك اما بيقيم الصلاه اما بيقيم الصلاه انت ما تصليش، يعني ما تكونش بتصلي، حتى لو بيقيم الصلاه وانت بتصلي تستني لما الصلاه يخلص. هل ده صح؟ اه. وانت داخل الصلاه يعني ولا وانت لسه هتصلي؟ اه انا ببقى داخل الصلاه. ماشي حبيبتي، شكرا. واسال انا دلوقتي ما بعرفش، معلش ما بعرفش اقرا ولا يعني انت قصدي حضرتك انه الاذان بتاع الفجر بيرفع وحضرتك بتكوني بتصلي فانت بتقولي اطلع يعني من الصلاه ولا اعمل ايه؟ تمام. حاضر. وده من القيام يعني ممكن وارد في الوقت ده القيام او قضاء الصلاه. القيام. فانا ببقى عايزه اصلي القيام قبل الفجر فانا بفضل اسرح كده كده وابص الاقي الفجر جدا وانت بتصلي. فهمت حضرتك. حاضر يا ست ام طارق، اتفضلي سؤالك. وبعدين دلوقتي انا دلوقتي مش بعرف اقرا ولا اكتب، يعني بس حافظه يجي كام صوره كده، حافظه كل اعوذ برب الناس وكل اعوذ برب الفلق وكل والله احد وان احتناق الكوثر والفاتحه، يعني ايات صغيره كده حافظه. نعم. فانا نفسي اختم قران ونفسي كده، فانا مش بعرف اقرا، فممكن دلوقتي لما يعني وانا بقرا كده عايزه اختم قران يعني اعمل ايه؟ وحضرتك ما حاولتيش تتعلمي تقري وتكتبي لكن بتسمعي؟ انا عندي 65 سنه الوقت بس بسمع. طول العمر لحضرتك. طول العمر لحضرتك بس الانسان طولت العمر لحضرتك في تمام الصحة والعافية يا رب، اللهم امين اجمعين. لكن الانسان يتعلم لغاية يعني زي ما سيدنا الإمام أحمد كان بيقول ابن حنبل مع المحبرة حتى المقبرة، فالإنسان دايما يسعى يتعلم ويعرف حتى على الأقل الحروف. ولكن حضرتك أكيد بتسمعي القرآن وده ليه أجر والقراءة ليها أجر والاستماع إلى القرآن له أجر. حاضر. أستاذة سلوى. أيوة حبيبة قلبي. أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. إزي حضرتك؟ الحمد أنا لله. أنا سعيدة بيكي قوي، أنا بحبك قوي. أحبك الله. أحبك طول عمري. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. بقول لحضرتك ايه، انا بنتي ميته بقالها 8 سنين وبنتي دي كانت الوحيده وحياتي كلها، مفيش اي حاجه بيني وبينها، يعني هي بنتي اختي حبيبتي امي كل حاجه. اما ماتت حادثه، ابوها وجوزها ما راحوش ربنا الاثنين، وكتير من اخواتي ناس كتير ما عملتش الواجب اللي وانا كنت خدمه كل الناس دي. اللي هو ايه حضرتك شايفاه انه الواجب اللي كانوا المفروض يعملوه؟ يعني مثلا ابوها ما كانش يروح لها، ما يروح لها كل خميس المستشفى، كانت في معهد ناصر. يعني هي قعدت فتره في المستشفى شهرين و12 يوم. انا اللي كنت تعبانه رايحه جايه يعني عملت لها كل حاجه يا دكتوره، واخد بالي حضرتك؟ عملت لها الناس كلها، في كتير برعوا لها، عملوا لها 8 عمرات، كان هي نفسها في عمره واحد قبل ما تموت. وبعدين كنت حتى اقول لها يا صاح اطلعي يا بنتي اعملي عمره، انا عامله عمره 5 عمرات وحجه، تعالي اطلعي. يعني ما تقولي لا انا عايزه اطلع. قصد حضرتك يا استاذه سلوى انه كان يعني المفترض ان هم يعملوا لها اعمال خير او ان هم يسالوا عنها؟ لا سيبك من الخير، ما انا عملت لها. انا عامله لها بكل سخرية. انت حضرتك بتتكلمي وهي مريضه، يعني انه ما وجهوش، وهي مريضه ما عملوش الواجب معاها هي شخصيا. ما يمكن كان عندهم ظروف. لا 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 لا، ده جوزي. طيب ايه يعني ايه الفائده من ان انا يعني اتجرع ده دلوقتي او اقعد افتكر الحاجات اللي بتضايقني؟ ده اللي انا بقى. ده انا بقى يا حاجه يا دكتوره انا بقلب الماضي. بقلب الماضي. ما انا مش عايزه حضرتك تعملي كده عشان هتعمليهم وحش. ما انا بعملهم وحش. انا بعملهم كل من قصر في بنتي انا بعملهم وحش. لا 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 مش بعملهم لا. كمان ده انا في ناس قاطعاها، ناس قاطعتها ودموعي على طول على لا حد. وهو الانسان مش يعالج الموضوعات كده، ومن عصى الله فينا نطع اللي انا مش عارفه انسى. لا 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 يا ست سلوى. وبعدين يعني انت عارفه ولاد بنتي الله يرحمها، هي بنتي وحيده. نعم. ولاد بنتي معايا
اقول انا بعمل ليهم عشان هم، انا بعمل كل حاجه عشان هم، عشان خاطر ربنا. وبنتي دي كانت طيب. ايه من ايات الله. طب انا انا عايزه من حضرتك، انا كده فهمت جزء من السؤال، في سؤال محدد حضرتك معلش عشان الوقت. ايوه سؤال، انا عايزه انسى الناس دي، اعمل ايه؟ عايزه ايه يا فندم؟ بصلي بصلي لبنتي وبختم لها المصحف كل حاجه. يعني ربنا يعينك على نفسك يا اختنا الفاضله الاستاذه سلوى، لان الواحد محتاج معونه من الله سبحانه وتعالى ومدد منه دائما ابد المدد الخاص لاهل الله اللي هم يتجاوزوا هذه المشكلات. ان شاء الله نجاوب على حضرتك، لكن انا استاذن حضرتكم في الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم، معلش لضيق الوقت، هنجاوب على سؤالين وان شاء الله باذن الله غدا نكمل الباقي الرد. استاذه ثريا اللي عليها اكتر من رمضان بسبب الحمل والسقط وبعد كده مشاكل صحيه، فعليها اتنين رمضان هي لم تصم فيهما، فهي بتقول هل علي كفاره؟ اللي يلزم حضرتك القضاء فقط عند القدره بالاستطاعه، يعني وقت ما اكون بقيت صحيحه وسليمه يبقى علي قضاء الايام اللي فاتني ادائها بسبب هذه الاعذار اللي حضرتك تفضلت بيها وقلتيها، من غير ما يكون علي لا كفاره ولا اي شيء ولا فديه ولا اي شيء، لانه هذا على قول جمهور الفقهاء. بالنسبه للست ام طارق بتصلي قيام الليل واللي عليها وبتتطوع بصلوات لابيها واميها وتوهب ليهم الثواب، فبتقول ساعات بكون في قيام الليل ويرفع اذان الفجر وانا مش حاسه، اخرج من الصلاه عشان قالوا لها انت لازم تخرجي من الصلاه ولا اتم الصلاه ولا ايه الوضع؟ اللي حضرتك بتعمليه ان انا بصلي وبتنيني بواصل بالصلاه لغايه دخول الوقت، فاو انت دخل الوقت الفجر وانت مش حاسه، فحضرتك كل اللي هتعمليه هتقومي باتمام الصلاه اللي حضرتك بداتيها في وقت صحيح وهو قبيل الفجر. لكن لازم ابقى عارف انه من السنه الانتهاء من صلاه الليل قبل دخول وقت الفجر، وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام أو في التهجد. يا صاحبة السؤال، ويبقى سؤال الست سلوى إن شاء الله نجيبك، بس يعني أكثري من الذكر يا ست سلوى حتى يزداد قلبك اطمئنانا وتعلقا بالله الرحمن الرحيم، فلا تشغلي نفسك بشواغل ان انا زعلانه من دول ومش عايزه اكلمهم، اشغلي نفسك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، من يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء
والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.